اهلا بيكم مشاهدي نهايه الاسبوع وفقرتنا الاخيره في حلقتنا النهارده. زي ما نوهنا هنتكلم عن التربيه بشكل عام وتعديل سلوك الاطفال بشكل خاص. ازاي اقدر اكتشف يعني الموهبه او القدره داخل طفلي؟ ازاي اقدر اتعامل مع الاطفال في المراحل العمريه المختلفه، مع طبعا الحفاظ على طرق تربية معينة، ومع أيضا المواكبة لما يحدث في يعني كل جديد بيحصل حوالينا. إزاي أقدر أفهم المسؤولية دي؟ إزاي أتحاور مع ولادي؟ إزاي ما استهترش بذكائهم؟ إزاي أسمعهم؟ وإزاي أخليهم هم كمان يسمعوني؟ أنا معايا منورني في الاستوديو دكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك ومؤسس فريق أي كان تيم. أهلا بيك يا دكتور أهلا نور. بيك يا ومعايا بقى ثلاثة الحقيقة من الأطفال المميزين جدا، مروان أهلا بيك، أهلا بحضرتك، وهنا ازيك يا هنا، الحمد لله، وزينة كمان منورانا. دكتور نور، أنا عايزة يعني الحقيقة عندنا النهاردة كذا نقطة كده نتكلم فيهم سريعا في فقرتنا. احنا عايزين نعرف فريق اي كان تيم ايه بالظبط. خليني أبدأ أول حاجة بسيطة قوي. إن اليابان فيها عدد سكانها أكتر من 120 مليون نسمة، في بلد اصغر من مصر، بس اهتمت بحاجه اسمها الطفل الياباني. الاطفال هم المرايه بتاعت اي مستقبل، عايزين نشوف مستقبل اي بلد نشوف اطفالهم. في رايي كان هم مجموعه من الاطفال من سن 3 سنين لحد 15 سنه، بجهزهم بناء شخصيه، يقدروا يتكلموا ويدوا محاضرات بنفسهم، يعرفوا هم عايزين ايه، فيعرفوا يعرف الصح والغلط. تمام. بنحاول كمان مش بس نكلم الاطفال، بنحاول الفريده نفسه بنكلم الامهات عشان يميزوا من حاجتين، حاجة. اللي احنا نرعى اولادنا، ناكلهم ونشربهم، واللي احنا نبني شخصيتهم، يبقى عندهم قيم، يبقى عندهم اخلاق، يبقى عندهم خصوصيه، فيطلع لي شخص سوي عارف هو عايز ايه بالزبط. لما يكبر. كويس قوي. وقصه ان انا بقى التربيه يا جماعه مش هاكل واشرب واودي المدرسه واودي التمرين واجيب من التمرين، دي حاجات جميله جدا، حلوه قوي قوي، يعني هايله، كلنا بنعملها، بس دي مش تربيه. التربيه صح. حاجه تانية خالص. قصة ان انا ابني الشخصية دكتور نور دي برضو من الحاجات المهمة جدا. والحقيقة انا عجبني جدا الجملة اللي حضرتك قلتها في الاول، اذا حبيت اشوف على مستقبل البلد دي ابص على اطفالها عايزين ايه ومش عايزين ايه. الفريق مكون من كم طفل؟ انتوا يعني عندكم كم طفل؟ حوالي 45 طفل وطفلة، بتراوح اعمارهم برضو من في طفل عندنا 4 سنين، وفي اطفال 6 و7 الى حد 15 سنة، في كلهم الكل المجمل فاتوا 45 طفل طفل. طب انتوا بتختاروا على اساس معين ولا اللي عايز ينضم ليكوا بينضم كده عادي؟ احنا الاول كنا بدانا ب6 اطفال، بعد كده بقى اي حد عايز ينضم بيبعت لنا على الجروب، بعد كده بنشوفه. بس احنا الهدف من الاطفال اللي بيجوا لنا بيكونوا اطفال عاديين. ممكن يكون مميز شويه في الرياضه، ممكن يكون مميز في حاجه معينه، بس كان الهدف من الجروب ده ان احنا ناخد اطفال عاديين مميز في حاجه واحده، واحنا نبني شخصيته ويبقى كل الحاجات. تمام. كل طفل ممكن يكون طفل مميز. مظبوط. طيب معلش بقى دكتور نور، انا لازم اتكلم مع يعني مع الولاد شويه. مروان انت عندك كام سنه؟ 14 سنه. 14 سنه. طيب احكي لي كده، انت بتعمل ايه وبتحب تعمل ايه؟ انا بروح بتمرن غطس في النادي الاهلي. ما شاء الله. عندي تمرين كل يوم. يعني البطوله بتبقى بطولتين في السنه. تمام. الهدف دايما بيبقى ان احنا نجيب اول، نجيب دايماً الكاس للنادي. حاطط قدامك هدف. تمام. يعني وبروح المدرسه. بس بعد المدرسه يعني التمرين هو هدفي الاول والاخير في الحياه. انت بتحب الرياضه جدا، مركز في الرياضه بس ولا بتحب تعمل حاجه تانية جنب الرياضه؟ لا الرياضه بس. الرياضه بس. طيب تمام. هنا عندك كام سنه؟ عندي 15. 15. طب قولي لي بقى بتحبي تعملي ايه؟ انا برضو بتمرن غطس. سمعتك ممثله. مش حقيقي. مش حقيقي. عملت شكلك ممثله. عملت حاجه في اي كان، عملت شفتي بقى انا عارفه. بتمرن برضو دايفنج في الاهلي. تمام. يبقى عندي تمرين كل يوم وبروح المدرسه، وبرضو دايما بنركز ان احنا نجيب اول عشان نجيب الكاس للنادي، سواء في سننا او في مراحل اكبر مننا. والحمد لله البطوله اللي فاتت جبت اول واخدت الكاس وجبنا الكاس للنادي. مبروك، الف مبروك. وانتي برضو زي مروان ولا بتحبي تعملي حاجه تانية جنب الرياضه؟ لا هو الرياضه بس، دي اكتر حاجه. الرياضه بس. تمام. والدراسه عامله ايه؟ دراسه كويسه الحمد اكيد لله. ماشيه كويس طبعا. الحمد لله. تمام. طيب زينه انتي كام سنه يا زينه؟ انا 12. 12. بتعملي ايه بقى احكي لي؟ بتمرن سباحه في النادي الاهلي برضو.
طبعا نفس الهدف ان احنا نكسب النادي ونجيب الكاس للنادي. عندي 6 تمارين في الاسبوع. تمام. وبرضه بروح المدرسه يعني بجيب طبعا درجات كويسه. بتجيبي درجات كويسه. طيب بتحبي ايه تاني؟ بحب ارسم. كويس قوي، حلو قوي. بترسمي بقى ازاي وبترسمي بايه؟ واحكي لي كده شويه. في الاول يعني برضو بجيب فيديوهات من على اليوتيوب، هي بترسم رسومات وبرسم وراها حته حته. تمام. وبعد كده دلوقتي بدات اجرب اني اشوف رسمه وانا اللي ارسمها لوحدي. طب انت عايزه تركزي في الرسم اكتر ولا عايزه تركزي في الرياضه اكتر؟ في الاثنين. في الاثنين. تبقي رسامه على طول؟ في كتير من الرسامين بيبقوا بعد كده لما بيكبروا بيعملوا تصميم ازياء وفساتين وحاجات كده. فكري ممكن في اكون مهندسه ديكور. مهندسه ديكور. طيب وانا بحاول اشوف. بس انت عايزه ايه بالظبط؟ يعني انت 12 سنه صح؟ طيب دكتور نور، احنا شايفين طبعا كتاب هنا اسمه ابناء احفادي فلذات اكبادي، ده من تاليف حضرتك ومجموعه الاطفال. مزبوط. تمام. كلكم شاركتوا في تاليف الكتاب ده صح؟ مزبوط. صح صح شاركتي صح؟ الكتاب ده بيتضمن ايه؟ هو 3 فصول. اول فصل بيتكلم عن اكتر من 26 مشكله سلوكيه من الطفوله للمراهقه. وده 26 مشكله سلوكيه. ده موجه للاب والام. الكتاب ده للاب والام ولا الفصل الاول؟ الفصل الاول بس. الفصل الاول التاني موجه للاثنين. التربيه بالقصه، ازاي ممكن نغرس في ولادنا قيمه معينه، قيمه الاخلاق بقى، التعاون، اي قيمه من قيم المجتمع. الاقي اكتر من 12 قصه حقيقيه ممكن نغرسها في اولادنا عن طريق التربيه بالقصه. واخر فصل حكاوي اولادنا، كل اكتر من 12 13 مقال اطفال اللي كاتبينه، كل واحد كاتب عن تجربه او كاتب عن مشكله في المجتمع شايفها وازاي ممكن ينقدها ويحلها من وجهه نظر. طب حلو قوي. مروان اكتر مشكله شايفها ايه؟ اكتر مشكله شايفها ان انت تفقد الامل في اي حاجه. يعني فقدت الامل. بتضايق من الناس اللي بتفقد الامل؟ يعني انا كان قبل كده فقدت الامل في ان انا ممكن اكمل في اللعبه دي، بس لا، رجعت ورجعت نفسي وقلت لا، ما ينفعش افقد الامل، لازم احاول. الحمد لله. برافو عليك، برافو عليك. مين قدوتك؟ قدوتي يعني ناس كتير. نفسك تبقى زي مين؟ زي بابايا. زي باباك، ما شاء الله. طيب انا عايز اسال برضو نفس السؤال لهنا وزينه. هنا نفسك تبقي زي مين؟ بتحبي مين اكتر حد؟ تحبي تبقي زي مين؟ القدوة بتاعتك يعني مش عارفة، بس مش حد معين، بس ناس كتير قوي بشوفها في حياتي كويسة. تمام. زينة برضو كده. طيب انت شايفة المشكلة ايه في انت الناس عندها مشكلة انت بتضايقي منها ايه؟ الشتايم اللي بقى بتحصل دلوقتي كتير. الشتايم كله بقى بيشتم. بيشتموا كده من غير سبب يعني؟ شتايم كده. اللي هو هما بيتصرفوا مع بعض كده، انت يلا ومش عارفه ايه الكلام بالظبط. تمام. هنا الناس مثلا بتتعامل مع بعض او ممكن يجرحوا بعض او اللي قدامهم عن طريقه ان انا كده بهزر. الهزار البايخ يعني. تمام. انا شايفه هنا يعني اجابات الحقيقه بالنسبه لي مزعجه جدا لاطفال او لاولاد في سنهم. انا هقول شباب بقى، يعني هما ما شاء الله يعني كبار في سنهم. هل الفئه الاقل عمريه، يعني الفئه العمريه الاقل، ممكن بتتعامل بطريقه مختلفه ولا احنا كلنا بنقعد مع بعض وبنكلم بعض؟ احنا بنعمل مثلا لو كنا فاضيين وقت الاجازه ممكن مره في الاسبوع او مرتين بنقعد مع بعض، او ممكن مره كل 3 اسابيع نختار موضوع معين. لو ما عندناش مثلا محاضره في مدرسه او جامعه نختار موضوع معين كل واحد بيحضر فيه، مثلا كل واحد يحضر مشكله مضايقاه ويقعد ينقدها، فنقعد كلنا، فكل واحد قاعد طفل بياخد خبره من الطفل التاني، او من كل واحد شاب قاعد بياخد خبره من الشاب التاني. لا حاجه كمان مهمه بقى، انه بيتعلم النقاش. طبعا. يتكلم ويسمع. تمام. وبيتعلم فكره اللي هو يتكلم والناس تسمعه، ففكره الرهبه دي بتروح. فبيكتسب ثقته بنفسه. وكل المشاكل او 90% من المشاكل السلوكيه اللي بتحصل لاولادنا سببها قله الثقه بالنفس. فلما ابني يكون هيحس بكيانه، يحس بكرامته، يحس الناس بتسمعه، يحس ليه اهميه، ويحس ان بيعمل حاجه حلوه والناس بتسقف له عليها برافو، بيبدا يكتسب ثقته في نفسه، فيلاقي مستوى التحصيل بتاعه كويس، ثقته في نفسه اعلى، بقى شخص مميز، عارف هو عايز ايه. طيب عندي سؤال بقى جه في ذهني كده واحنا بنتكلم. انا شايفه ان يعني طبعا دي مجهودات رائعه، شايفه نتائجها اكتر من يعني من اللي انا حابه اشوفه. احنا بنقوي
الشخصية ازاي يا دكتور نور، بحيث ان الشباب هنا اما هيخرجوا للحياة العملية مش كل الناس زيهم ومش كل الناس زي بعض، وهيقابلوا الكويس والوحش، وهيقابلوا الشرير والطيب، وهيقابلوا الوحش قوي، وهيقابلوا نص نص. افضل محتفظة بهذا الكيان ازاي، بهذه الشخصية القوية ازاي، ازاي ما انجرفش او شخصيتي تتأثر سلبا او يبقى عليها حاجة من اي حاجة حواليا دخيلة، سواء الحاجة دي شاذة او وحشة، ازاي؟ الطفل بيفتكر او بيتذكر حاجة 10% لما بتكرر قدام مرة واحدة، وبتذكرها 90% لما بتحصل قدامه أكتر من 5 مرات. فلو ربيت ابني دلوقتي على الثقة بالنفس، اللي هو متحمل المسؤولية في البيت، متحمل قطه، متحمل حاجته الشخصية، متحمل ساعة والدته في البيت، يكون مسؤول عن البيت يوم كذا ويوم كذا، نربط ثقته في ربنا، مش في بابا وماما، مش منطقة أمانه، يكون ربنا. نبدأ نحكي له ونبني له قدوة يكون بيحبها. نبدأ نقول له أنت المهندس الكبير بتاعنا، أنت الدكتور بتاعنا. تيجي المرحلة اللي بعدها بقى، ابني اكتسب الأخلاق والقيم دي. تمام. بيجي بقى مرحلة المتابعة، اللي هو حصل كذا، دي بقى اسمها فن الحوار. تمام. وده مش هيحصل إلا لو في حوار أو في منطقة أمان بين الابن والأب والأم. مفيش قسوة في التربية، مفيش إزاء بدني، مفيش إزاء نفسي، مفيش تجاهل. بالظبط. كلكم بقى، والتجاهل كوم. يعني انا بالنسبه لي تجاهل الطفل او تجاهل ما يقوله الطفل ما حتى لو كان صغير جدا، هو اكتر انواع المعامله قسوه. ان انا اتجاهله انا بعمل مشكله كبيره جدا في نفسيته وفي عقله. فانا بعلم برضو اولياء الامور، انا مهم عندي جدا الاب والام يسمعوا الكلام ده. انا عايز اقول لك ان في حكيت لي حالات كتيره جدا من الاطفال عندهم تلعثم وتهتها، وبيجي لهم هلع ليلي او كوابيس اطفال وتبول لا ارادي بسبب الاهمال والتجاهل. لدرجه ان في طفل قبل كده عامل موضوع تعبير، انا نفسي اكون تلفزيون. نفسه يكون تلفزيون؟ ليه؟ نفسي الناس كلها، نفسي بابا وماما على طول بيتفرجوا على التلفزيون وبيحبوه. فنفسي اكون تلفزيون عشان بابا وماما يتفرجوا عليا، عشان يسمعوني. تخيل لما توصل حلم طفل يكون تلفزيون. عايزهم يسمعوه خلاص. بالظبط. فاحنا حتى الحوار لازم يكون فيه اسس. يعني مش عارف اتكلم يا حبيبي واتجاهله، لازم اسمع ابني. اتكلم بقى وانا باصه في الموبايل، اتكلم وانا، ولازم اناقشه واخد رايه. حبيبي حصل في الشغل النهارده كذا، ايه رايك؟ حتى لو موقف مش صنع، ابني يحس اللي هو اللي انا باخد ودي معاه في الكلام، اللي هو محور اهتمام في البيت. فيبدا يرد عليا. طيب الساده اولياء الامور اللي عندهم اولاد في المرحله العمريه دي او اصغر او اكبر، انتوا بتيجوا على نقطة معينة كده او مرحلة معينة وبتشتكوا من ما بتسموه العقوق او التعامل الوحش، او ان الولاد دول ما قدروش اللي انا عملته. جزء كبير جدا عليكم، جزء كبير جدا احنا السبب فيه. المكاشفة اهم حاجة، واهم حاجة ان انا ابقى عارفة كويس قوي انا مشكلتي فين، وانا عملت ايه غلط في التربية علشان الولد يقوم بعد كده يحاسبني. وده هيكبر، ده بني ادم انت مسؤول عنه. زي ما قلت لكم في الاول، انا مش باكل وشرب وخلاص. يعني انت مش جايب قطة، انت ده بني ادم، كيان، شخصية، هيبتدي ان هو يعني يتعامل ويحتك في بالمجتمع. وانت مسؤول مسؤولية كاملة عن كل تصرفاته، وكل تصرفاته تجاهك انت او تجاهك انت. فما نرجعش نزعل، ناخد بالنا كويس قوي، نسمع. ما عندكش اغلى من ولادك عشان تسمعهم. انا بقدم يعني، هل الاهالي يعني بتتقبل الكلام ده، ولا بيقعدش يعني كل واحد بيشوف نفسه بيعمل اقصى مجهوده عشان ولاده؟ للاسف بتقبله، بس بعد فوات الاوان. يعني بيجوا لي مثلا لما تحصل المشكله، لما انا ابني بقى عنيد قوي، ابني بقى عصبي جدا، ابني بقى يضرب، ابني بقى يكذب، ابني بقى يسرق، وكل ده السبب في معامله. يعني انا ابني عنيد ليه؟ عشان انا دايما بديله اوامر، بديله اوامر كمان متتاليه، ما بديلوش اختيارات، دايما بهدده، دايما بقارنه بينه من حد تاني. في اختلاف معامله، بابا بيعامل معامله، ماما بتعامل معامله. طب ابني بقى عصبي، مش فاهم مين الكويس ومين الوحش. ابني بقى عصبي عشان خاطر عايز يلفت انتباه، عشان اهمال، او بيقلدني. عشان انا مثلا بعصبي بخبط حاجه، فابني بيقلدني. ابني بقى يضرب عشان انا بضربه، فبياخد تصريح ان الكبير او القوي بيضرب الضعيف، فابني بيختار حد زي اخوه او حد ضعيف ويضربه. ابني بيسرق، ابني يسرق ممكن يكون عشان لفت انتباه، او لا، دايما بقول لا هو كده وخلاص عشان انا بقوله لا كتير. مظبوط. مش بقوله ليه، مش بقوله ليه بالظبط.
طيب احنا عندنا مسؤوليه كبيره قوي يا جماعه، مش اي حد كده المفروض ان يعني قبل ما نفكر يكون عندنا اطفال لازم نفكر في نقط كتير جدا، مش نجيب اطفال وخلاص. المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها كل اسبوع وكل يوم جمعه وكل يعني طبعا انتوا عارفين ان الجمعه احنا بنبقى مخصصين وزي بكره كده للمشاكل الاجتماعيه ومشاكل الجواز والطلاق والكلام ده، ده احنا اصلا مش عارفين نتعامل مع بعض، هنتعامل مع الولاد، ده احنا لسه قدامنا حبه حلوين كده على ما نفهم احنا عايزين ايه بالظبط. طيب انا عرفت ان زينه عايزه تبقى مهندسه ديكور، اشمعنى مهندسه ديكور؟ عشان تبقي ترسمي حلو وكده يعني ولا ايه؟ عشان لا انا بحب ارسم ولون وكده، فلو بحب الحاجات دي. فبتحبي عايزه ده، وناويه بقى تنمي الموضوع ده عندك وتكملي فيه بقى ان شاء الله. طيب هنا انت نفسك تبقي ايه؟ انا كنت عايزه ابقى دكتوره، بس يعني اكتشفت ان هي ليها وقت طويل قوي، 7 سنين. وبعدين في مش هقدر، ما عندكيش وقت 7 سنين؟ لا مش قصدي، بس مش هقدر اشتغل غير لما اعمل ماسترز وبعدين اعمل دكتوراه، فهتبقى مشوار طويل قوي على ما اشتغل. فحبيت ان انا اخش صيدله عشان 5 سنين وبعدها هقدر بقى اشتغل وفي نفس الوقت اعمل اللي انا عايزاه. شطور. مروان نفسك تبقى ايه؟ مهندس معماري. مهندس معماري ده حاجه عظيمه، اشمعنى مهندس معماري؟ يعني انا بحب المات والجيومتري وكده، شايف نفسي شاطر في الحاجات دي، ان شاء الله ربنا يوفقك. طبعا ان شاء الله ربنا هيوفقك. وبشكرك جدا يا دكتور نور على المجهود اللي بتقوم بيه مع الولاد هنا، انا مبسوطه جدا بيهم بجد، ونفسي يعني ان شاء الله اشوفكم احسن ناس في الدنيا، ونقرا بقى بعد كده الكتاب، واكيد لنا لقاءات تانية هنعلق فيها. شكرا جزيلا دكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك ومؤسس فريق اي كان تيم. شكرا مروان، شكرا هنا، شكرا زينه. شكرا لكل مشاهدينا النهارده اللي تواصلوا معانا على الصفحه او عن طريق التليفون، وشكرا لكم لحسن المتابعه. بلقاكم دايما كل خميس وجمعه ونهايه الاسبوع، فكونوا على موعد. سلام.